الثروة الوطنية، ثروة النفط الموجودة بالعراق، الخير اللي موجود مع الأسف اللي دمروه الإرهاب. اللي دفعني أنه أقدم هاي الخدمة لهذا البلد هو الحس الوطني، يد قاتل الإرهاب ويد تبني العراق ويد تعمر. آبار نفط تخربوها طبعاً داعش، وإحنا جينا نسويها، وبفضل الله طفينا 13 بير، باقي 5 آبار إن شاء الله، والعمل مستمر. الجهات الأمنية، الشرطة، الحرس الوطني ما قصروا ويانا، صاروا إيد واحدة يعني والحمد لله. مصلحة البلد بالدرجة الأولى هو بالآبار هاي الموجودة هنا. إحنا بعد ما تطفي الآبار ويعاد تفعيلها من جديد راح يصير البلد اقتصاده ينتعش.